الإيرانيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. المباحثات السورية في جنيف تختتم أعمالها اليوم دون تحقيق أي اختراق. دعوات فلسطينية للنفير في الضفة الغربية وقطاع غزة لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. أهلا بكم. بدأ الإيرانيون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم، وينحصر التنافس فيها بين الرئيس الإصلاحي المنتهي ولايته حسن روحاني ورجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي. وكان علي خامنئي المرشد الأعلى في إيران من بين أولى الشخصيات التي أدلت بأصواتها، ويتوقع أن يشارك أكثر من 56 مليونا من الإيرانيين في عمليات الاقتراع. هؤلاء سيختارون بين عمامتين، في الحقيقة هما يمثلان عمامة واحدة، المرشد الأعلى. بين هذا وذاك ينقسم الشارع الإيراني، بين حرية روحاني التي تجعل من المرأة تظهر غرة شعرها، وبين القاضي إبراهيم رئيسي وصقر من بناة الولاية. تلقى هذا الرجل البالغ من العمر 56 عاما مباركة المرشد الأعلى، فهو سيد أيضا. إصلاحيون ومحافظون بعمامة مشيخة بيضاء تحف بهم عمامة السيد السوداء، اتسمت حملاتهم بانفلات أعصاب قيل إنه الأسوأ منذ تاريخ الجمهورية قبل 40 عاما. يرسم ذلك انقساما حادا في الشارع، لكن لم يتجاوز بعد هذا الإطار. على وقع ذلك بات المرجع يتحسس وجعل الاضطرابات التي عقبت انتخابات عام 2009. يهذب صاحب الولاية نشاز أصحاب العمائم بقوله إن هذا لا يليق بالإيرانيين. اتخذ الشحن من مواقع التواصل الاجتماعي منصة له. للمرة الأولى لم يعد الإصلاحيون أصحاب الفرادة في هذا الشأن، وجدوا ندا لهم من المتشددين في تويتر وواتساب وتليجرام وغيرها. إن انعدام الثقة بوسائل الإعلام الحكومية جعل الشباب والمثقفين عموما يلجؤون إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقصي المعلومات الحقيقية لكل المرشحين. هذا الشاب وغيره يفقدون الثقة بإعلام ولاية الفقيه. تدخل جيوش الإنترنت في حرب يقودها محاربون شباب، للنسوة الحظ الأوفر والأبرز فيها. لا شيء يشوب صوت المرأة الإيرانية في الحياة السياسية هنا. يعول كلا الطرفين على مشاركة واسعة من الشباب، وبخاصة المرأة التي تستند كلتا العمامتين إليها في حسم الصراع هذه المرة. ووفق هذا السياق تفتح الانتخابات شهية المحللين. يقول بعض العتاة منهم إن بفوز المحافظين تبقى إيران بحاجة لفريق روحاني من أصحاب الدبلوماسية المتبسمين دائماً لتحريك الماء في الوجوه وربما حتى القلوب. كسب روحاني نصر الانفتاح على الخارج قبل أن يهزمه ضعف اقتصاد الداخل، فيعتلي رئيسي صهوة ذلك يحف به الفقراء، وقد يحمله على الأكتاف رئيسا اسما على مسمى. أمر يبقى أولا وأخيرا بهوى آية الله صاحب القرار الأوحد الذي يفصل بين الأبيض والأسود، يتجاوز تطلعات طرف على حساب آخر، وإن تعبأ أي منهما بأصوات حشوده ورسم موجة مكسيكية في ملعبه. تختتم اليوم أعمال الجولة السادسة من مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية ووفد النظام السوري تحت إشراف المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا. وشهدت هذه الجولة الكثير من الغموض في ظل جدول أعمال غير معلن، خاصة بعد طرح المبعوث الأممي آلية تشاورية دستورية رفضها الطرفان لتقتصر اللقاءات على اجتماعات فنية على مستوى الخبراء القانونيين لمناقشة القضايا الدستورية. وكان وفد المعارضة السورية أكد أن اجتماعاته تناولت كذلك ملف الانتقال السياسي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مشددا على أن استمرار النظام السوري في عملياته العسكرية وخاصة من خلال الهجوم بالأمس على ريف حما الشمالي يهدف للتشويش على العملية السياسية الجارية.
ينضم إلينا من جنيف مفادنا إلى ودناك عدنان الطاهر. عدنان، لو توضح لنا فحوى هذا الاتفاق القاضي بتشكيل لجان على مستوى الخبراء لمناقشة القضايا الدستورية، على ما ينطوي؟ نادين، بحسب ما أعلن عنه رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري قبل قليل، فإن الجولة السادسة من هذه المفاوضات لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد للسلال الأربع التي كان المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا قد قال في انطلاق هذه الجولة أنه سوف يناقشها مع وفدي المعارضة والنظام السوري، وهي قضية هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات والدستور وقضية مكافحة الإرهاب. لكن خلال الأيام الأربع من هذه المفاوضات تم التطرق فقط لبعض الأمور التقنية والإجرائية ولقاءات جمعت خبراء دستوريين من وفد النظام ووفد المعارضة مع خبراء تابعين للأمم المتحدة. لم يتم الدخول إلى عمق هذه الخلافات بين وفدي النظام والمعارضة، وهي النقطة الأساسية الخلافية بينهما، وهي هيئة الحكم الانتقالي ربما تم تأجيلها إلى الجولات المقبلة التي من الممكن أن تعقد خلال شهر رمضان. اليوم هو اليوم الأخير من هذه الجولة السادسة من المفاوضات. قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لبشار الجعفري انتقد فيه في الحقيقة بعض الدول وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا، ووصفها بأنها تمارس إرهاب الدول على سوريا من خلال تدخلها وقصفها لبعض المناطق في الشمال السوري. جعفري قال أيضا أن اتفاق أو هذه الجولة من المفاوضات لم يتم التطرق خلالها أيضا إلى نتائج مخرجات اجتماع أستنا، وقال أن آليات تنفيذ مخرجات أستنا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، والآن يتم التشاور مع الحليفين الروسي والإيراني حول الاتفاق في أستنا حول خفض مناطق التوتر في الشمال السوري. نادين، هل هناك رد فعل من قبل وفد المعارضة المتواجد في جنيف على ما أشيع من أنباء عن تعليق فصائل مسلحة معارضة مشاركتها في المفاوضات؟ نادين، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعقيب أو بيان رسمي من المتحدث الإعلامي لوفد المعارضة السورية. كان هناك حديث عن بعض التحفظات للفصائل العسكرية المشاركة في هذه الاجتماعات، لكن أيضا لم يتم صدور بيان رسمي من هذه الفصائل. كان هناك حديث عن اعتراض هذه الفصائل على بعض النقاط التي تم تداولها خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكن حتى هذه اللحظة هذه الفصائل لم تنسحب بشكل رسمي. ربما قاطعت بعض الجلسات، لكن لم يتم إصدار بيان رسمي من قبلهم بالانسحاب ومقاطعة مفاوضات جنيف نهائيا. بحسب ما علمنا من مصادر داخل المعارضة السورية، فإن هذه وفد المعارضة يحاول التواصل مع بعض الفصائل العسكرية المشاركة في هذه المفاوضات إلى صيغة ربما مشتركة وتقريب وجهات النظر فيما بينها حول العديد من النقاط الخلافية المتواجدة داخل وفد المعارضة السورية. شكرا جزيلا لك من جنيف مفادنا إلى هناك عدنان الظاهر. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن واشنطن لن تزيد دورها في الصراع الدائر في سوريا، لكنها ستدافع عن قواتها عند الضرورة. من جانب آخر، أعلن النظام السوري أن عددا من القتلى سقطوا في الغارة الجوية الأمريكية على موقع له في البادية قرب الحدود العراقية. في أقل من شهرين وللمرة الثانية تقصف القوات الأمريكية مواقع للنظام السوري وحلفائه. فقد أعلن الجيش الأمريكي قصف مقاتلات التحالف الدولي رتلا عسكريا لميليشيا دعمة للنظام السوري جنوب البلاد. الجيش الأمريكي قال إن الرتل كان مؤلفا من عشرات الجنود ودبابة إضافة إلى معدات بناء كانت متجهة نحو قاعدات عسكرية أمريكية في منطقة التنف قرب الحدود العراقية السورية. الجيش أوضح أنه بعد أن تجاهلت طلقات تحذيرية ومحاولات روسية لوقف تقدمه، اضطر الطيران الأمريكي لقصف مقدمة الرتل لوقف تقدمه. من جانبه، أعلن النظام السوري أن طيران التحالف الدولي شن غارة جوية على موقع عسكري له في البادية السورية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى ووقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف. وفي ردود الأفعال على الحادثة، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن واشنطن لن تزيد دورها في الصراع الدائري في سوريا، لكنها لن تسمح لأحد بتهديد قواتها هناك.
في حين اعتبرت موسكو أن الغارات الجوية الأمريكية غير مقبولة وتشكل انتهاكا لسيادة البلاد. إذا اعتبر غيناتي غاتيلوف نائب وزير خارجية الروسي أن الغارات ستؤدي إلى عواقب حتمية على العملية السياسية في سوريا. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المدخل الرئيس لبلدة بيتا جنوبية نابلس مسقط رأس الشهيد معتز بني شمسة الذي قضى أمس برصاص مستوطن إسرائيلي، وشهدت البلدة مسيرات واعتصامات تنديدا بالجريمة. يأتي هذا بينما يواصل نحو 1300 أسير فلسطيني الإضراب عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وقد دعت القوى الوطنية والشعبية الفلسطينية إلى تنظيم الصلوات الجماعية وتسيير المظاهرات إلى مناطق التماس مع الجانب الإسرائيلي. من رام الله ينضم إلينا مراسلنا بشار صغير. بشار، ضعنا في أجواء هذه الفعاليات المتضامنة مع إضراب الأسرى. نعم نادين، مع دخول الأسرى الفلسطينيين اليوم 33 للإضراب عن الطعام، يواصل الشارع الفلسطيني فعالياته التضامنية مع ذوي خلف قضبان الاحتلال، سواء كان ذلك بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية أو بإقامة صلوات الجمعة بشكل جماعي اليوم في عدة من المحافظات الفلسطينية، خاصة في الساحات في المدن المركزية، سواء كان ذلك في نابلس، في بيت لحم، في رام الله والبيرة أم في الخليل. لعل التجمعات الأبرز حاليا تحدث هي في أريحة وفي الخليل، حيث نظم الفلسطينيون هناك الآلاف من الفلسطينيين الوقفات الاحتجاجية وذلك تضامنا مع الأسرى. أضف إلى ذلك بأن هناك أيضا حالة من التوتر تسود قرية بيتا جنوب نابلس، وذلك على خلفية أو في أعقاب إغلاق مدخل المدخل الرئيس للقرية كما ذكرت قبل قليل بالمكعبات الإسمنتية، لا سيما وأن ابن القرية معتز بني شمسة هو الشهيد الذي كان قد ارتقى أمس برصاص مستوطن إسرائيلي هناك، وهو ما أدى إلى حالة غليان شعبي بسبب هذه الجريمة التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي. طبعا أيضا حذر الفلسطينيون وخاصة القوى الوطنية والشعبية واللجنة إسناد الإضراب من التدهور المستمر في صحة الأسرى. على سبيل المثال والدة عميد الأسرى كريم يونس والذي والمسجون منذ حوالي 35 عاما شكت من أن ابنها يواجه الموت ببطء، وهذا مجرد مثال واحد على الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه 1300 أسير فلسطيني وراء القضبان. شكرا جزيلا لك بشار صغير. وبالعودة إلى الموضوع الإيراني مشاهدينا وإلى أجواء الاستفتاء، خرجت مظاهرة جديدة بعد ظهر أمس، أو بالأحرى تنضم إلينا المراسلة إذن من طهران فرح الزمان شوقي. فرح، يعني كيف يمكن وصف نسبة الإقبال على صناديقك، على صناديق الاقتراع؟ هل بالفعل يلبي الإيرانيون، هل يلبي الناخبون دعوة المرشد الأعلى بالمشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات؟ صراحة أستطيع أن أصفها بالغير متوقعة. لطالما اعتاد الإيرانيون على التوجه نحو صناديق الاقتراع في أوقات ما بعد الظهر، لكنهم حضروا منذ الساعات الباكرة ليشاركوا بكثافة في عملية الاقتراع لانتخاب الرئيس الإيراني. بصراحة هناك تلبية لدعوة جاءت من طرفين، الدعوة الأولى من طرف المرشد الأعلى علي خامنئي التي كررها أكثر من مرة وعاد وقالها اليوم صباحا عندما أدلى بصوته، وكان من أول المسؤولين والساسة ممن اقترعوا لصالح هذا الانتخاب الاستحقاق الرئاسي، وطلب من الإيرانيين المشاركة بكثافة معتبرا أنه بهذه الطريقة سيؤكد للجميع مشروعية نظامه، مشروعية الجمهورية الإسلامية وشعبية هذا النظام. هذا إن أردنا التركيز على الطرف المحافظ وحتى المعتدلين. على الطرف الإصلاحي أيضا لبى الكل دعوة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، والذي قال في رسالة صور قبل أيام أنه على الكل النزول نحو صناديق الاقتراع لانتخاب خطاب الأمل، لانتخاب خطاب الاعتدال، وبالطبع يقصد هنا الرئيس الإيراني حسن روحاني. الأجواء صراحة محمومة، المنافسة شديدة بين كل من إبراهيم رئيسي وحسن روحاني، استطلاعات الرأي حتى الآن متقاربة، والحظوظ الأضعف للمرشحين الآخرين مصطفى هاشمي طبا ومير سليم. شكرا جزيلا لك من طهران فرح الزمان شوقي.
نشاطنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الادعاء السويدي يلغي التحقيق في مزاعم اغتصاب ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. أهلا بكم من جديد. حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا بين السكان في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة. وتوقع مندوب منظمة الصحة العالمية في اليمن زيادة تتراوح بين 200 و250 ألف حالة، إضافة إلى 50 ألف حالة إصابة بالوباء سبق أن سجلت. خرجت مظاهرة جديدة بعد ظهر أمس في مدينة الحسيمة في منطقة الريف في شمال المغرب، التي تشهد منذ أشهر حركة احتجاج شعبية. وتجمع نحو 5000 شخص في وسط المدينة، غالبيتهم من خارج الإقليم بحسب السلطات المحلية. وتحدثت وسائل أعلام مغربية عن حركة إضراب عام مرتقبة اليوم، مشيرة إلى وصول تعزيزات كبيرة لقوات الأمن في الأيام الأخيرة إلى المدينة ومحيطها. ويشهد إقليم الحسيمة مظاهرات اندلعت على وقع وفاة بائع للسمك نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي داخل شاحنة نفايات. أدرجت الولايات المتحدة على لائحتها المالية السوداء 8 أعضاء في المحكمة العليا الفنزويلية، متهمين بتصعيد الأزمة السياسية في البلاد من خلال إضعاف سلطة البرلمان. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن هؤلاء القضاة فاقموا الوضع من خلال تدخلهم بشكل مستمر في السلطة التشريعية وتعديهم على صلاحيات البرلمان الخاضع لسيطرة المعارضة، وتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يمنع إقامتهم لعلاقات تجارية مع أمريكيين. قال الادعاء العام السويدي إنه أسقط تحقيقا مبدئيا في ادعاء بالاغتصاب ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، بينما هددت الشرطة البريطانية باعتقاله في حال خروجه من ملجأه في سفارة الإكوادور في لندن. وقال مكتب المدعي العام في بيان له إن المدعية العامة ماريان ني قررت اليوم وقف التحقيقات التمهيدية المتعلقة بادعاء الاغتصاب المشتبه فيه أسانج، ولجأ الأخير إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ عام 2012 تجنبا لتسليمه إلى السويد بسبب ادعاء الاغتصاب ضده. ويرى أسانج أن الادعاء مجرد مناورة سويدية تهدف لتسليمه إلى الولايات المتحدة وسجنه لنشره وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية. والآن مع جولة في جديد الأخبار الاقتصادية. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية ستعطي دعما للتبادل التجاري بينهما. وأصرح الجبير أنه سيكون هناك اتفاقية اقتصادية كبيرة، في حين قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو النفطية السعودية ستوقع صفقات مع 12 شركة أمريكية يوم غد أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية. فرضت المفوضية الأوروبية غرامة تقدر ب 110 ملايين يورو على شركة فيسبوك لتقديمها معلومات مضللة في 2014 في صفقة استحواذ الشركة على تطبيق واتساب. وأشارت المفوضية إلى أن فيسبوك وواتساب تبادلا بيانات المستخدمين بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم، في حين كان فيسبوك قد قال إنه لا يملك وسائل لربط حسابات مستخدميه على المنصتين، واتضح لاحقا عدم صحة هذه المعلومات.
قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن لجنة من المنظمة تدرس سيناريوهات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج، وتدرس كذلك خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبك وتعميق التخفيضات. هذا ودعمت التخفيضات أسعار النفط، لكن ارتفاع مستوى المخزونات وإمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحض من ارتفاع الأسعار. ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في بداية التعاملات اليوم لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب التوترات السياسية بالولايات المتحدة. فقد زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4%. أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية يؤمل منها تخفيف الديون عن كاهلها. وتتضمن البنود الرئيسية للقانون الأخير اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، وقد أقر بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت ب 153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسي تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات بحسب ما أعلنه أحد نواب البرلمان. يسعى فريق من الشباب العراقي مكون من فئات عمرية مختلفة لمساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق بناء بيوت زهيدة الكلفة في المناطق العشوائية. أغلب المستفيدين من هذه الخدمة التي يقدمها فريق بنات العراق هم الأرامل والأيتام في مبادرة لتخفيف الضغوط الحياتية وتوفير سقف آمن يقيهم حرارة الصيف وأمطار الشتاء. تجمعوا في مقر المنظمة لوضع اللمسات الأخيرة لمشروعهم. شباب من مختلف الأعمار والفئات تطوعوا في منظمة بنات العراق الإنسانية، أعدوا ما استطاعوا لإنجاز عملهم. البداية كانت في منطقة سكنية خارج العاصمة، إحدى العشوائيات شرقي بغداد. هنا سكن الفقراء، والهم الوحيد هو بناء منزل بأرخص الأثمان، ولا مكان للجودة هنا. شرع فريق العمل في بناء سقف انهار على ساكنيه ذات يوم. الفريق وصل إلى سكن أم عباس. أم عباس أرملة ولها ثلاثة أطفال، ومثل خلية النحل بدأ الشباب عملهم في البناء. والله أنا تقريبا أول ما بديت يعني كان ويا قسم الحدادة، ظليت مستمر وياهم، طورت مهاراتي إلى أن بعدين يعني طورت قمت أشتغل على اللحام وما أدري شنو. أنا أطلع بناء ويا الشباب، أي شيء إنه ممكن أقدر أني أسويه وما عندي مانع أسويه في سبيل إنه أغير حال الأرملة وأغير حال اليتيم. بنات العراق هي واحدة من عشرات المبادرات التي تسعى من خلالها منظمات المجتمع المدني في العراق مساعدة الفقراء. تراقب أم عباس جدران المنزل تعلو حجرا حجرا. سيكون لها بيت، سيكون له سقف تحتمي تحته. والله قاعدة وحدنا، هذا الليل يخوف علي. هاي تشكي لما يفوت البزونة الليل كله، والله للصبح يلا استيلا عيني تاخذنا. ها ساعة يعبرون حرامي، أنا ساعة خافان مو على نفسي بس خاف على جهالي. سكن بسقف، هدية متواضعة من الفريق الشاب. تكتمل فرحتهم باكتمال المهمة. ومهما بدا المشهد مأساويا في بلاد الرافدين، إلا أن خيوط الأمل في عيون جيل عراقي جديد يتطلع لحياة أفضل. مبادرات فردية وجماعية يقدمها شباب مثقف وطموح يسارع لمد يد المساعدة للفقراء والمعوزين أينما كانوا، يجتمعون تحت خيمة منظمة بنات العراق الإنسانية، وشعارهم هو
بناء سقف لمن لا سقف له. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد. وإلى أبرز أخبار الدوريات العربية والعالمية في الجولة الرياضية التالية. في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى استاد خليفة الدولي أول ملاعب مونديال قطر 2022، سيخوض السد والريان اليوم مباراتهما النهائية لكأس أمير قطر. ويطمح السد الذي فقد لقب الدوري المحلي لمصلحة الإخوية إلى تحقيق لقبه في بطولة الكأس للمرة 15 في تاريخه، فيما يسعى الريان إلى تحقيق فوزه الأول على السد هذا الموسم بعد 3 هزائم أمام الزعيم والتتويج بالبطولة للمرة 7 في تاريخه. يواجه الوحدة اليوم فريق النصر في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الإماراتي، وذلك عندما يلتقي الفريقان على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويتطلع الفريقان لإنهاء الموسم بلقب كبير إضافة لنيل جائزة البطل، وهي التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل. يشار إلى أن الوحدة والنصر أنهيا مشوارهما في الدوري في المركزين 5 و 6 على الترتيب. في مباراة مصرية خالصة ضمن الدوري ربع النهائي لبطولة بلفيو الدولية للسكواش، فاز المصنف الثاني المصري مروان الشربجي على مواطنه المصنف الخامس رامي عاشور ب3 أشواط مقابل شوط واحد. سيقابل الشربجي في الدوري نصف النهائي مواطنه المصري علي فرج الذي هزم الأسترالي ريان كوسكيلي، فيما تأهل المصنف الأول الفرنسي غريغوري غولتير بعد تغلبه على المصري طارق مؤمن ب3 أشواط مقابل لا شيء. وسيقابل غولتير في الدوري نصف النهائي الإنجليزي جيمس ويلستروب. تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى دور الثمانية في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوزها على السويسرية تيما باشينسكي بـ2 دون رد وبواقع 6-1 و7-5. وتواجه بليسكوفا في مباراتها التالية المصنفة الثامنة إلينيا سفيتولينا التي لم تنجح في الفوز على النجمة التشيكية في 5 لقاءات جمعت بينهما من قبل. المغني نيك جوناس يبهر الحضور في الليلة 7 لمهرجان موازين الغنائية، وانطلقت يوم الجمعة الماضي فعاليات الدورة 16 لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد أحد المهرجانات الغنائية العالمية والأكبر من نوعه عربيا وأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط. وبهذا نصل إلى ختامة هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.